فجر انتحاريان نفسيهما في مسجد للشيعة ببغداد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات الآخرين. وقع الهجوم يوم أمس الخميس في منطقة الشعلة. هذا وقال شهود عيان إن الانتحاري الأول فجر نفسه بحزام ناسف داخل المسجد، أما الانتحاري الثاني فاستهدف قوات الشرطة التي احتشدت في مكان التفجير. هذا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.